هل الجاب ابنتين من المخدرات؟ وما هي مدة بقائه في الجسم؟ السؤال الذي عليك التفكير فيه جيدا قبل إجراء تحليل المخدرات في البول أو الدم، خوفا من أن تأتي النتيجة مخيبة لآمالك وطموحاتك وتهدد حياتك العملية أو الشخصية. ولمعرفة هل الجاب ابنتين من المخدرات أم لا، اطلع معنا على المعلومات التالية حول استخداماته وأضراره وإلى أي مدى قد يصل الاعتماد الجسدي عليه. ما هي حبوب جاب ابنتين؟ هي حبوب تستخدم للتخفيف من آلام الأعصاب الناتجة عن الإصابة بمرض الهربس النطاقي لدى البالغين، وأيضا ينتمي إلى مضادات الاختلاج التي تساعد في السيطرة على نوبات الصرع. يتم تناول جاب ابنتين عن طريق البلع قبل أو بعد الطعام حسب تعليمات الطبيب، وتعتمد الجرعة على حالة المريض ومدى استجابته للعلاج وأيضا وزن الجسم في حالة الأطفال. خلال الأيام الأولى من تناول دواء جاب ابنة، قد يزيد الطبيب الجرعة تدريجيا حتى يستطيع الجسم التكيف مع الحبوب، لأنه يعلم الإجابة على سؤال هل الجاب ابنتين من المخدرات أم لا، وتقل بذلك الآثار الجانبية المحتمل حدوثها. لا يمكنك زيادة جرعة جاب ابنتين دون استشارة الطبيب أو التوقف المفاجئ عن تناول العقار، بل يجب التقليل منه تدريجيا. بعض مضادات الحموضة قد تتدخل مع امتصاص الدواء وتقلل من فوائد حبوب جاب ابنتين، لذلك من الأفضل تناول جاب ابنتين بعد مرور ساعتين على الأقل على تناول مضادات الحموضة. ما هي طريقة تناول جاب ابنتين؟ يأتي عقار جاب ابنتين على هيئة كبسولات يتم تناولها عن طريق الفم، ومن الممكن أن يقوم البعض بسحقها ومزجها بالماء المقطر لحقنها في الوريد أو تحت الجلد. ما الجرعة الآمنة من الجاب ابنتين؟ بالنسبة للأطفال، فإن جرعة جاب ابنتين الآمنة تتراوح بين 10 ملجم و 15 ملجم، تقسم على ما يقرب من 3 مرات يومياً، ومن الممكن زيادتها تدريجياً حتى الوصول إلى 5 ملجم كحد أقصى. أما للبالغين، يمكنهم البدء بجرعة 300 ملجم يومياً، ويتم زيادتها تدريجياً حتى 1800 ملجم في اليوم، مقسمة على 3 مرات أو أكثر حسب تعليمات الطبيب. هل الجاب ابنتين من المخدرات؟ نعم، الجاب ابنتين من المخدرات، حيث تم إدراج جاب ابنتين في جدول المواد المخدرة لأنه يسبب الاعتماد الجسدي والنفسي، وبالتالي يزيد من فرص الإصابة بالإدمان، خاصة عند تناول جرعات كبيرة لفترة طويلة من دواء جاب ابنتين دون الالتزام بتعليمات الطبيب. وعلى الرغم من استخدامات جاب ابنتين الطبية كعلاج لنوبات الصرع والتهابات الأعصاب، إلا أن البعض يتناوله للشعور بالاسترخاء والنشوة، لذلك يحظر تداوله دون وصفة طبية. هل الجاب ابنتين تظهر في التحليل؟ يكشف تحليل المخدرات عن تعاطي الشخص لحبوب الجاب ابنتين إذا تم إجراؤه خلال مدة بقاء الجابنتين في الجسم، والتي تتراوح بين 12 ساعة و 5 أيام بالنسبة لتحليل البول، وتتفاوت بين 8 ساعات و 4 أيام بالنسبة لعينة الدم، بينما تبلغ مدة بقاء الجابنتين في الشعر 3 أشهر. ما هي أضرار حبوب جاب ابنتين؟ تتمثل أضرار جاب ابنتين في ظهور بعض الآثار الجانبية، وهي النعاس أو الدوخة، فقدان الاتزان الحركي، التعب والخمول، عدم وضوح الرؤية، تورم اليدين أو الكاحلين، الاكتئاب، ظهور الأفكار الانتحارية. كيف يمكن علاج إدمان جاب ابنتين؟ هل يمكن علاج إدمان جاب ابنتين في المنزل؟ بعض الأشخاص يمكنهم الاعتماد على كور السحب السموم في المنزل لعلاج إدمان جاب ابنتين بشرط الحصول على موافقة الطبيب بعد إجراء فحص وتقييم شامل لحالة المريض، ولكن ننصح بالخضوع لمرحلة سحب السموم من الجسم داخل أحد مصحات علاج الإدمان لتجنب أعراض الانسحاب القوية التي تحمل خطورة شديدة على المريض، وقد تسبب انتكاسة سريعة. ما هي مراحل علاج إدمان الجاب ابنتين؟ يمر علاج إدمان الجاب ابنتين ب3 مراحل أساسية عقب تقييم الحالة الصحية للشخص، وهم سحب السموم، هي عملية تطهير الجسم بالكامل من المخدر، تبدأ بإيقاف تعاطي الحبوب حتى يصبح نظيفا من السموم، يتبع المريض بروتوكول دوائي محدد بالعلاجات التي يجب تناولها لتهدئة الأعراض الانسحابية،
ويخضع للإشراف الطبي طول فترة البرنامج. العلاج النفسي والسلوكي: يحتاج مدمني المخدرات بشكل عام إلى برنامج علاج نفسي يساعد على اكتشاف مسببات الإدمان ومقاومتها مستقبلاً، إضافة إلى علاج أي اضطراب نفسي ناتج عن إساءة استخدام المخدر. يقوم المعالجون أيضاً بتقويم سلوكيات الإدمان المكتسبة واستبدالها بطرق إيجابية في التعامل مع الضغوطات والأشخاص المحيطين. المتابعة اللاحقة: يجب أن يبقى الطبيب على تواصل مع المدمن المتعافي عقب خروجه من المستشفى كي يستطيع متابعة رحلة شفائه وتوفير دعم سريع إذا ما تعرض لانتكاسة. ما هي أعراض انسحاب الجبابنتين؟ تبدأ أعراض الجبابنتين الانسحابية في الظهور بعد مرور 12 ساعة على آخر جرعة تم تعاطيها، وتصل الأعراض الانسحابية إلى ذروتها خلال 48 ساعة، وتستمر لمدة 7 أيام، وأبرزها الارتباك والقلق، التعرق الغزير، سوء الهضم، رعشة بالجسم، زيادة معدل سرعة ضربات القلب، ارتفاع ضغط الدم، عدم القدرة على النوم. هل يمكن تجاوز تحليل الجبابنتين؟ بعض الحيل المتبعة مثل تناول السوائل أو وضع الملح أو مساحيق التنظيف على عينة تحليل المخدرات لا يمكنها إخفاء تعاطي الجبابنتين. ما خطورة الجمع بين الجبابنتين والكحول؟ في حالة المزج بين تعاطي حبوب الجبابنتين والكحول يصاب الشخص باضطرابات نفسية وعقلية خطيرة، ولا يكفي الامتناع عن الحبوب للتعافي، بل يجب إتباع خطة علاجية طويلة الأمد. ماذا تفعل الجرعة الزائدة من الجبابنتين؟ في حالة تناول جرعة زائدة من الدواء تظهر أعراضا خطيرة مثل صعوبة التنفس والإغماء وتلعثم الكلام والرغبة الشديدة في النعاس، ويجب الحصول على المساعدة الطبية على الفور. وأخيرا نود أن نقول إن استخدام أي دواء دون وصفة طبية يعرضك لمخاطر صحية كارثية، خاصة وإن كان مثل دواء جبابنتين الذي يطور نوعا من الاعتماد الجسدي والنفسي عليه، فينتهي بك إلى الإدمان.